محمد ايه يا يا بنت انا محمد هنا اهو يا عم في ايه يا عم اخدش ما عندكش ابوه بنات يحيى اكتوبر تاني يا حبيبي يحيى والله العظيم يحيى وانا اخش ده السكوب ده عامل شغل جامد قوي عيلتك ما تقولش يا امك ما تقولش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا تاني في فيديو جديد والنهارده معانا الميوزيكلي الجزء النهارده معانا عسليات مصحلويات مصر انا جدع ايوه انا جدع في مره حد مني اتوجع لساني نطق بكلمه ورجع قول كده كفايه انا في اي حته ولا من اي جته ومن اي بلد انا بنطلوناته عامل بنطلوناته عايزين واحد يلا لو سمحت الو مساء الخير يا فندم صدرت اسمك امبارح مع حضرتك يحيى يحيى يا دكتور يحيى دكتور نار يا دكتور نار دكتور تسمع ايوه اتفضل تعالج لي لا بتهزر دكتور تسمع دكتور نعم عليك لي ليه فين اليحيى يا دكتور فين يا حبيبي اليحيى يا حبيبي استغفر الله العظيم يا حي وانا اخش ابي ادعو له ادعو له ادعو له بالخيرات 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 مش لايق عليك الدور قوي مش لايق عليكي قوي حرام والله اللي انت بتعمليه ده بنت انت قمره انت مصريه متاكده ان انت مصريه انا ما مش شايف فيكي ملامح مصريين غير نوت جدا الله بتروح انا الك اشتاق في دول قلبك ربك الي سواك وبعد ما انا الا بقلبي ترجع واختار صوتك بالفوق كاميرا يعني ممكن تمسك الكاميرا يا احمد يا احترم التتتتح لكن ايه تحترح احترم التتتتح سايبك ابنك تموت تفرح اورك جايلك هركب في مرك وضوعك هشتك اخلي اسمك تنور لمحك ولا قدامي بتصور الاسف اللي وقف اتنسف والحق نفسه لف ويتكسف يلا شابو يا حبيب شابو برافو محمد رمضان عمال يخاف وحدك على السوريز اللي يبيعك سيبه بظروف تمام وفلوس اديله مصروف بيجي عليا السوريز عامل شغل جامد قوي جاي تاني مش العب 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 يا بنت المروشة حب عمري نسيته فاتني عيش مع واحد بس يا ولا عيب يا ولد محزوني يا بنت شالكني على الحلوة وعلى المرة يا عم في ايه يا عم ايه ما عندكش ابوه بنات حد تشد الموت يا ولد الكلب يا ماما مغريين صراحه حبة دلع من اللي اتمنع قلبي دب كتفي اتخلع ما انت قاسي عامل كده بقى ايه البس الكوتر ده قلبي دب كتفي اتخلع ولا بتشب ولا بتسمع ده مش تمام ده مش جدع مش بلح ولا المرقع يعني هذه انت فيك الحاجه اساسا اخبارس شعلومس يا لبى لبى عيوني انا دونس يا اختي ليك بقى دونس يا حرابي على هادي انا انا الو ايه لا اخويا كان عايز يقول لك حاجه باشا الكلمه ده المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات ايوه حضرتك كلمتني بعدين طب انت اسمع ما خلاص لا ده كده اوفر خالص ده في الشارع وبيقولوا باشا ما ينفعش اقسم بالله ما ينفع ما ينفعش كده انتوا بتدرسوا لكم ايه يا باشا 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 خلاص يا سيدي كل ده ماشي يا باشا سلام انت اتصرف انت في الموضوع وراضي باشا يا مرد يا انت مش خايف الله تبرد يا ابني انت يا بنت يا ولد لازم الساعه 6 الصبح امك ما تقولش لا خالتك ما تقولش لا ستك ما تقولش لا عيلتك ما تقولش لا امك ما تقولش لا 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 سرق محفظتي قهرني وبعدين لا فاضيه قهرته ايه تاني عايزه تاني ايه تاني نزل تاني شوف صوتك يا وسخه يا وسخه يا وسخه يا وسخه عليها لا يا بنت ما تشوفها عليها لا راسي يا راسي يا بنت ما
وانت واقف جنبها بتورينا راسها يعني. انت راجل اوراني 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 يا محمد. نعم يا محمد. نعم. طب المصحف الشريف ما هعمل كده تاني. كذاب يا محمد. ايه يا محمد يا بنت انا هنا اهو تحت السرير. والى هنا تكون انتهت علاقتنا. ولو لقيت محمد اتصلوا بينا عشان ضايع بقاله ساعتين من دوره ليه. ما ينفعش اصل انت على اليوتيوب انت مش في المسجد بتخطب حبيبي. انا هتقول لو ما عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب, ولو ما عجبكوش تعملوا برضه لايك وشير وسبسكرايب ومشتركين في علامه الجرس وتوصلوا الفيديو ده عملنا من اليوم مشترك من يوم ما عجب. طب ايه عايزين تتفرجوا عليا وانا بغير؟ لا ما بغيرش قدام حريم. استغفر الله العظيم. يلا يا جدعان والله خلاص انا خلصت خلاص برضو. تونايت